في إطار أنشطته العلمية الجغرافية والتي اختار فيها مقومات ومعوقات التنمية السياحية في تشاد، عنوانا لكتابه الكاتب الدكتور إسماعيل بركة الذي قام بتأليف هذا الكتاب والذي يحتوي على 5 فصول موضحا فيها كل مقومات ومعوقات التنمية السياحية بتشاد، وذلك بعد أن قام بالبحث في كل المناطق السياحية كحديقة زاكوما نموذجا، حيث شكر الكاتب في حديثه وزارة التعليم العالي وكذا جامعة الملك فيصل على ما قدم له أثناء عمله بهذا الكتاب. من الدواعي التي حفزتني للكتابة في هذا الموضوع هو وجود المعالم الأثرية النادرة والمزاجر الطبيعية الغلابة والتي تعتبر ثروة حقيقية للتنمية السياحية في تشاد. جامعة الملك فيصل، وعلى لسان رئيسها الدكتور عبد الله بخيت صالح، حيث أشار إلى حسن سلوك الكاتب مطالبا مثل هذه الكتب المؤلفة محليا أن تضم وتدرج إلى المعالم العلمية والثقافية والسياحية بتشاد. الذي يجلس أمامكم دكتور أمين إسماعيل بركة، شاب جاد واعد، مهتم بالبحث، مهتم بالعمل، مهتم بالإدارة، ويعتبر أول خريج من قسم الجغرافيا في جامعة الجميلة يتحصل على درجة الدكتوراه. ويشار إلى أن كتاب مقومات ومعوقات التنمية السياحية في تشاد لحظيرة زاكوما دراسة تحليلية يحتوي على 183 صفحة للمؤلف التشادي الدكتور أمين إسماعيل بركة رئيس قسم الجغرافيا بجامعة الملك فيصل.